السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إلى هذه الحلقة أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من المساء اليمني الخاصة بعيد الفطر المبارك، وكذلك أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الباحث الأستاذ محمد الفقيه. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. إذا أشرقت اللحظات العيدية في صباحات اليمن، عيد اليمنيين الذي لا يخلو من الفرحة ولا ينقصه الألم، وكما هي اللحظات اليمنية ذات البعد الإنساني لا تخلو من التكافل والتراحم بالنسبة لمجتمع لا يتخلى عن إسناد بعضه البعض حتى في اللحظات العصيبة. عيد والحرب تلقي بظلالها الثقيلة عليها في مدن تعبر القذائف في أجوائها أكثر من عبور النسيم، وهناك أحياء لا عابرون فيها، خاوية على نوافذها شردت ذويها قذائف الانقلاب، وبيوت محاصرة بأحزان تكتظ بها الجدران الأربعة على شهيد أو فقيد أو مختطف. الأزمة المعيشية وتأثيرها على بهجة العيد لدى اليمنيين لها حضورها البارز في ملامح وعيون الناس، ويبدو أنها وراء انخفاض منسوب الفرحة في هذا العيد أكثر من أي عيد مضى. في تعز ومأرب ومناطق أخرى لم يتوقف تصعيد الميليشيا حتى في أيام العيد، إذ كانت فاجعة ليلة العيد في مأرب حينما قصفت الميليشيا حيا سكنيا بها ما أودى بحياة 8 أطفال، بينهم تلك الطفلة التي هزت الضمير اليمني حينما ظهرت أصابعها مدرجة بالدم والنقش. عيد اليمنيين في المهجر كان عيدا بلا وطن، كما هو عيد اليمنيين في الداخل وطن بلا عيد. إذن أستاذ محمد، كيف كان هو العيد بالنسبة لك في أول أيامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة، ودعني في البداية أنتهز الفرصة وأقدم التهاني لشعبنا اليمني الصامد الصابر، وفرصة أخرى أقدم هذه التهنية لجيشنا الوطني والمقاومة الشعبية الصابرة المرابطة على الثغور التي تصد كهنوت هذه الميليشيات وهذه العصابات الخاصة بعلي عبد الله صالح والحوثيين، وهي أيضا إلى أولئك المختطفين خلف السجون الذين اختطفتهم عصابات الإجرام وغيبتهم عن أهاليهم، عن للصحفيين المختطفين، للحقوقيين، للمدرسين، لكل الذين تم اختطافهم من العبور من ربوع الوطن، وهي أيضا إلى أولئك الذين ضحوا بدمائهم الجرحى، وأولئك الذين استشهدوا دفاعا عن هذا الوطن، إلى أمهات المعتقلين، إلى كل أولئك الذين صابرين مرابطين في اليمن ينتظرون نصرا حقيقيا مؤزرا. أنا أزف لهم هذه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يمر هذه الفترة البسيطة القادمة واليمن تكون قد تحررت من هذه الكهنوت الميليشيا الصالح والحوثي. اللهم آمين. في البداية العيد كما يقال، نحن كما تعودنا في الغربة ربما كطلاب عشنا في أكثر من دولة، ونحن نتنقل بين بعض الجامعات ندرس هنا وهنا، وربما للعيد فرحة حقيقية موجودة سواء في الداخل والخارج، لكن هذا العيد عيد مختلف. مر العيد الأول وكان أيضا مختلف، لا ننسى أنه كان وقت عصب على صحيح. اليمنيين كنا نأمل أنه اليمنيين يتخلصون من هذه العصابات التي قثمت على اليمن، أعدت نفسها خلال 50 عاما من أجل الانقضاض على الثورة، ثورة الزبيري ورفاقه، وانقضت فعلا على الثورة، خرج أولئك الناس الذين كانوا يجلسون معنا ويختلطون معنا ويأكلون معنا، وكنا لا ندري أنهم يعدون الخطط للانقضاض على هذه الثورة وعلى اليمن وعلى الجمهورية. اليوم اليمن تعاني هذه الويلات بسبب هذه العصابة الكهنوتية السلالية القادمة من الكهوف. العيد في المهجر قاسي نوعا ما، وقاسي جدا، ربما أكون أنا أكثر قربا من الطلاب الموجودين هنا على وجه الخصوص في إسطنبول أو على مستوى تركيا. نحن أنا في قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن هنا في تركيا، ولدينا طلاب في 35 محافظة تركية، ولدينا شكلنا كيانات أكثر من 21 اتحاد طلابي. نعرف ماذا يدور في خواطر الطلاب وكيف يعيش الطلاب، خاصة أن البعض منهم لم يعود إلى اليمن منذ 2 أو 3 أعوام بسبب هذه المصيبة التي حلت في اليمن.
نقضي العيد بين الهموم والأوجاع وبين الصحافة وبين الأحداث، وبعضنا قلق على أهله في الداخل وفي المدن، خاصة في تعز وفي مأرب وفي صنعاء وفي عدن أيضا فعلا. وما يحدث في عدن نقضي في قلق شامل. كنا نعيش مرحلة من هذا القلق، بينما كما شاهدتم مشاهد المشاهد الكريم ما حدث أمس البارحة في 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 في, في مأرب. أطفال يعيش المواطن اليمني لأنه طبيعة المواطن اليمني طبيعة سوشيال، يعني طبيعة اجتماعية. صحيح. يحب الجانب الاجتماعي، يحب المرح، يحب هذه الأجواء، ولكن عكرت هذه الميليشيات. طيب. الصف العام. دعنا والمشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير حول اللحظات العيدية عند اليمنيين التي كما قلنا لا تخلو من الفرح ولا ينقصها الألم. بعد ذلك نتابع النقاش فنتابع. عيد وبأي حال يعود، هكذا يبدو لسان حال اليمنيين وهم يعيشون أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك بفرح مخنوق بصراخ الميليشيا في عيد تتقاسمه الحرب وجور الأسعار وضيق الحال. يحتفل اليمنيون بعيدهم رغم كل شيء، يحرصون على توزيع مباهج العيد فيما بينهم لتجاوز مربعات الألم التي أحاطت بهم من كل جانب، ويبدون رغبة كبيرة في تدوين يوميات الفرح والتكافل والتراحم فيما بينهم، خصوصا في هذه اللحظات العيدية التي لا يغيب عنها الألم. من الحديدة إلى تعز ومنها إلى الضالع، فلحج وعدن وحضرموت وغيرها من المدن التي ترتفع فيها تكبيرات العيد، ويتقطر الناس لأماكن الصلاة ولقاء الأحبة. أبناء مدينة تعز يخرجون اليوم ليحتفلوا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليأكدوا الجميع أنهم مشاريع حياة وليسوا مشاريع موت. هؤلاء يؤكدوا للجميع أن القادم هو قادم بناء وليس قادم حرب. يرسم ملامح عيدهم ويمارس تفاصيل وطقوسه الجميلة التي تضج بها بهجة الأطفال والزيارات بين الأسر، ليتجاوزوا واقعهم المؤلم الذي فرضته الميليشيا على اليمن بأكمله، لكنه فرح مخضوب بأجواء الحصار وتداعيات الحرب. بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الأطفال ما زالوا أصيبوا في هذه الحرب ويعانون من إعاقة دائمة، وهذا انتزع منهم هذه الفرحة، وهناك كثير من الأطفال والأسر التي توفى عنهم العائل والأب والأخ، فهم اليوم يعيشون في مساحة من الفقدان الكبير. لكن أعياد بعضهم لا تزال مجروحة وتشهد حالة من الصدمة المؤلمة التي رسمتها الميليشيا بقذائفها على أجسادهم وخضبت الدماء بالحناء دون رحمة. يغيب وجه العيد عن ملامح هذه الطفلة التي كانت شاهدة على مجزرة الأطفال في مأرب التي ارتكبتها الميليشيا قبل صبيحة العيد، وراح ضحيتها 7 أطفال وجرح آخرون. عيد وبأي حال يعود إذن، وحال اليمنيين ليس كما ينبغي بعد أن سرقت الميليشيا أفراحهم وأعيادهم كما سرقت حياتهم وقوتهم. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول اللحظة العيدية. كيف هي اللحظة العيدية أستاذ محمد بالنسبة لليمنيين سواء في الداخل أو في الخارج؟ قلت لك في قبل التقرير أنه الطباع اليمنيين مختلف، يعني ربما أنا زرت أكثر من بلد، هي شهادة، ليس لأن كوني يمني، وإنما نحن اليمنيين لدينا طباع ممزوج بالاجتماعية، نحاول أن نصنع الفرحة وإن عدمت. أنت تشاهد اليوم في تعز برغم الحصار الخانق الموجود على المدينة والقذائف التي تتساقط، وحتى على مستوى أنه البارحة يعني هناك تساقط للقذائف الكتشوش على مأرب، وأبناء تعز محاصرين وقذائف الكتشوش تسقط، ومع هذا خرجوا جميعا أطفال ونساء إلى الساحة. سيصنعون الفرحة بلا شك، سنصنع الفرحة. هذه الرسالة طبعا للعالم، أنه الحرب الدائرة اليوم في اليمن لم تعد فقط حرب قطرية، يعني في الدولة القطرية، وإنما أصبحت اليوم حرب على تكاد تكون فيها مصالح دولية موجودة. لكن اليمنيين اليوم يرسلون رسالة سلام،
إلى هذا العالم أنه نحن شعب سلام، نحن لسنا مشاريع موت، نحن لسنا مشاريع تفجيرات، نحن لسنا مشاريع اعتداء على آخر أو اعتداء على دولة أو اعتداء على أي آخر، نحن مشاريع سلام، نريد أن نعيش بسلام. تعز اليوم تتعرض لشتى أنواع الحصار، ومع هذا أبناء تعز يخرجون إلى الساحات ويصنعون الفرحة. وأنا كنت أشاهد قبل أيام مجموعة من شباب وشابات تعز يخرجون إلى الشوارع ويفعلون أشياء بسيطة، يرسمون لوحات بسيطة على الشوارع، صناعة الفرحة، صناعة الفرحة، نعم، يعني أشياء ربما من العدم صنعوها ثم فعلوا لها مجموعة من هذه البوية نسميها ورسموها على الشوارع، يحاولون أن ينتجوا فرحة لهذا الشعب وخاصة أبناء تعز، برغم أنهم تعرضوا لحصار خانق على مدى أكثر من سنة إلى سنة ثلاثة أو أربعة أشهر. ومع هذا نحن كشعب يمني نحاول أن نصنع هذه الفرحة، نحاول أن نرسل رسالتنا لهذا العالم، نحن نستحق أن نعيش بسلام. طيب، يعني في العيد غالبا ما تكون كما تفضلت أنت اللحظات الاجتماعية أكثر من ذي قبل. نعم. هل تأثرت البلاد بوضع الحرب التي حصلت فيها من هذه النقطة، أم أن لا فعلا كان هناك يعني الملامح التكافل كانت موجودة، المساعدة فيما بين الناس بينهم البين؟ دعني أقول لك إنه الحرب أنتجت عملية تكافل أكبر من السابق. في تعز تعرض للحصار منذ ما يقارب سنة، ربما الجميع يعلم أنه آخر تقرير منظمة الشفافية العالمية تتحدث على أنه 18 مليون مواطن يمني يعيشون العوز الغذائي وغالبيتهم في تعز. كيف صمد أبناء تعز أمام هذا الحصار؟ أنا أعرف أنه هناك الكثير من أبناء تعز المغتربين في الخارج كان مثلا يعيل أسرة واحدة، اليوم أصبح يعيل ثلاث أسر أربع أسر، هناك تكافل عالي بين أوساط الشعب وليس في تعز فقط. على سبيل المثال مثلا نحن كيمنيين هنا مثلا على مستوى تركيا، القيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن تحاول أن تصنع فرحة للطلاب، أن تجمع الطلاب مع بعض تحت مسمى أو آخر، ثم عيدية يجتمع الطلاب مع بعض. أيضا الجالية اليمنية اليوم لديها برنامج خرجت مع أكثر من 500 مواطن يمني إلى أحد الجزء، نحاول أن نصنع الفرحة مهما كانت. التكافل الموجود بين الأسر اليمنية بين الطلاب سواء كانوا في الداخل أو في الخارج موجود. على سبيل المثال أنا أعرف شباب كان يعيل أسرة في تعز، نعم، اليوم أصبح يعيل أربع أسر، جاره قريبه، هناك تكافل مشهود وحقيقي. يعني هذه لربما إذن لحظات العصيبة بتاريخ التي لربما هي الأكثر قساوة بتاريخ اليمنيين، ساهمت أكثر في يعني تمتين العلاقات بين تمتين الأسر. ربما أنا لا أريد أن أبالغ إن قلت إنها يعني هناك تمتين للعلاقة موجودة، لكن مع هذا يوجد هناك محاولة بائسة لصناعة شرخ في المجتمع اليمني. أنا هنا إذا تحدث أنه لا يوجد شرخ في المجتمع اليمني خاصة في المناطق الشمالية التي هي صنعاء والمناطق المحيطة بها، هناك شرخ موجود في المجتمع، يعني هناك سلالية موجودة، طبقات موجودة. من كان يظن، أنا لدي أصدقاء كانوا يعيشون معي وكنا نأكل مع بعض ونعيش مع بعض ونصلي مع بعض وحياتنا كانت طبيعية، في بين عشية وضحاها تسلل هؤلاء فجأة ثم انقلبوا انقلاب كلي، نحن من طبقة سلالية معينة وأنتم من طبقة سلالية معينة. هناك محاولة لجر هذا الشعب أنه يصنع شرخ حقيقي في المجتمع، وبالتأكيد هناك شرخ موجود في المجتمع خاصة في المناطق كما ذكرتوا كما المناطق الشمالية، هناك شرخ موجود في المجتمع، ومع هذا يحاول الشعب اليمني أنه يتغلب على هذه الخطورة الموجودة. طيب، دعنا نشرك معنا في الحوار الصحفية الأستاذة يسرى بيرق من صنعاء. مساء الخير أستاذة يسرى. مساء الأنوار، أهلا بكم. كيف كان أول بداية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، كيف كانت أولى أيام العيد أستاذة يسرى في اليمن في صنعاء تحديدا؟ أولا أهنئ قناة بلقيس وجميع الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وندعو الله أن يعيد علينا رمضان وعيد الفطر وقد من علينا بالسلام والأمن إن شاء الله. بالنسبة للعيد وأجواءه في صنعاء، طبعا واجه اليمني الكثير من الصعوبات للاحتفال بالعيد، من أهمها اللي هو الوضع المعيشي المتردي في ارتفاع المشتقات النفطية، أيضا مستلزمات العيد وأسعارها الغالية،
يعني نستطيع أن نقول أن الوضع المعيشي سيء جدا، وهذا طبعا اللي عانى منه أغلبية الشعب، أغلبية سكان صنعاء إن لم يكن كلهم. طبعا هناك أيضا نقطة أخرى يعني اللي هو نقطة المختطفين. طبعا هناك مئات العائلات التي عاشت العيد مقهورة وقلقة على أبنائها المختطفين والمخفيين قصرا، يعني لا نعلم أي عيد عاشوه المختطفين في السجون، أيضا عائلاتهم قلقا وقهرا على أبنائها، حتى أن اليوم أول أيام العيد هناك أمهات وزوجات وأبناء المختطفين من قضوا أيام العيد أمام بوابة السجون. من جانب آخر أيضا، غير أن هناك الكثير من العائلات التي قلوبهم يعني مكسورة على أبنائهم الذين قتلوا في جبهات القتال والذين استشهدوا مع المقاومة، وبالرغم من كل هذه الصعوبات التي واجهت سكان العاصمة صنعاء والانتهاكات التي مارستها الميليشيات تجاههم، من منع صلاة التراويح في المساجد أيام رمضان ومنع مكبرات الصوت، إلا أنه تمت الصلاة الحمد لله يعني، وعظموا شعائر الله، حاول الناس أن يعيشوا أجواء العيد حتى ولو اصطنعوا الفرحة. نعم. طيب إذا ما تحدثنا أكثر حول أبرز الفعاليات العيدية، هل تغيرت هذه الفعاليات بالمقارنة بالأعياد السابقة؟ يعني كحاجة استدعتها الحرب أو الأوضاع الصعبة بداخل اليمن؟ طبعا يعني لم تتغير كثيرا، يعني حاول الناس أن يعيشوا يعني جميع لحظات العيد، يعني من صلاة، من زيارات، من احتفال بالعيد، يعني لم يكن هناك تغيير. أيضا يعني هناك نقطة يعني أريد أن أذكرها، الجمعيات الخيرية بالرغم ما شهدته من تضييق من قبل الميليشيات الحوثي، إلا أنهم حاولوا ألا يقصروا بحق المحتاجين، أيضا شاركوا ولو حتى بالقليل في فرحة الفقراء والمساكين، يعني الجميع حاول أنه يصنع فرحة للعيد، وإن كانت يعني هناك منغصات، إلا أنه يعني الحمد لله الله وفقنا أنه نعمل يعني عشان فرحة العيد هذه. طيب يعني ما الذي لمسته أستاذة يسرى من الروح المعنوية لدى الناس؟ هل هناك تفاؤل بأن تنتهي هذه الغمة التي تمر بها البلاد وتستقر الأوضاع بمناسبة يعني قدوم هذا العيد، أم أن هناك نوع من التشاؤم حول المستقبل؟ يعني سكان صنعاء والشعب اليمني يعني كافة، أعتقد هناك تفاؤل بالرغم ما حصل يعني ليلة العيد من تفجير في مأرب وقتل الأطفال وما يحصل في تعز. صحيح إنه المعنويات، الروح المعنوية يعني لا زالت يعني مجروحة من ما يحدث في البلاد، لكن بنحاول قدر المستطاع إنه نتفائل وربنا كريم يعني بإذن الله. إذن الأستاذة يسرى بيرق كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، سمعنا هذه يعني الصورة أو يعني نقلت لنا الأستاذة يسرى المشاهد التي تتحدث عن أجواء العيد بداخل صنعاء في أولى الأيام وعن إحساس اليمنيين بالمعاناة في مدن أخرى، هذا أمر لربما تعاظم مع هذه الحرب. كيف أثرت هذه الحرب في نفوس اليمنيين؟ يعني هناك معاناة، إلى أي مدى تصل هذه المعاناة؟ كما ذكرت الأخت يسرى أنه ربما هناك يعني مزاج عام في صنعاء بحكم أنه صنعاء لم تتعرض لحصار خانق كما تتعرض له بعض المحافظات مثل تعز ومأرب وعدن ومثل هذه المحافظات، أو ربما تتعرض للقصف مثل ما حدث لكن في الصورة العامة للمواطن اليمني في كل أنحاء الجمهورية نفس الجرح يعيشه الشعب اليمني. هناك ايضا يعني توازن ما بين المعاناه، يعني على سبيل المثال مثلا في صنعاء في تعز كان الناس في رمضان صحيح انهم يعيشوا حصار خانق لكنهم يصلون يدون الشعائر التعبديه كصلاه التراويح في كل اريحيه في المساجد في كل اريحيه مع استمرار القصف والحصار، بينما في صنعاء كانت تغلق عليهم المساجد. هناك عمليه توازن، ربما هناك موجود حصار خاص في المواد الغذائيه والى اخره، هناك حصار خاص في الشعائر التعبديه بداخل المحافظات. هناك ايضا مثلا في صنعاء احتلال، انت تعرف انه تقديس العبادات دور العبادات لدينا والمساجد لدينا شيء مقدس يعني لدى المواطن اليمني، فعندما يفرض عليك خطيب في القوة او تمنع من الصلاة فجأة او ربما يقفل عليك الميكروفون فجأة او الى اخره، هذا شيء ربما يخلق يؤثر على نفسية المواطن اليمني. انا طبعا في اتصال دائم مع الشباب مثلا في صنعاء،
الكل يعيش مرحلة تأفف، والكل يعيش مرحلة ربما أنا أقول لك أنه أكبر عملية مساعدة لإسقاط الحوثي في العاصمة صنعاء هي من الداخل ربما تكون. لماذا؟ لأنه الناس ضاقت ذرعا بالحالة الموجود فيها، عملية التبختر، عملية التبجح، عملية الحصار، عملية المناطقية التي تستخدم في الدوائر الحكومية، الحصار، السلالية المستخدمة أيضا. لكن لا، الذي خاف منه أنه تتحول هذه الطبيعة العامة الآن في اليمن تتحول إلى عادة لدى الشعب اليمني، لأنه ما كان أحد يتصور أنه ربما تستمر هذه المعاناة سنة وثلاثة أشهر وتزيد. طالت الفترة مع استمرار أنه الحوثيون يرفضون الحوار في جنيف وتمردوا على مشروع السلام، ثم قبلها كان في صنعاء، طبعا في صنعاء تمردوا على مشروع السلام، هم لا يجنحون إلى السلام، ثم في جنيف أيضا تمردوا على مشروع السلام، ثم في الكويت استمرت شهرين ولم يحرز أي تقدم، وما زالوا يتمردون على مشروع السلام بميليشيا صالح وعلي عبد الله والحوثيين. وهؤلاء هم عبارة عن أداة تنفيذية لدول موجودة سواء إقليمية أو دولية، هم أداة تنفيذية ليس إلا. الذي أخاف منه أنا أنه تصبح هذه المعاناة هي جزء من الحالة العادية أو الرتابة الموجودة لدى المواطن اليمني، أو يتقبلها، أن يتكيف عليها، يتكيف عليها ثم يعيش. ما هي الخطورة في ذلك؟ هنا الخطورة أنه يتكيف على هذه العادة، لا يستطيع أن يقاوم هذه الميليشيات التي التي سيطرت على مؤسسات الدولة، لا خلاص يعني تصبح عادة، ثم يبدأ يتكيف نفسه. وهذا ما تصنعه طبعا ميليشيات الحوثيين. يعني على سبيل المثال هناك خطورة موجودة ربما لا يدركها البعض، أنه ميليشيات الحوثيين لماذا تتعمد أن تطلق الصواريخ مثلا في العيد على مأرب؟ هناك إسقاط أيضا وهجمات على معسكر في محافظة عدن بالتحديد، في عدن بالتحديد. هناك عملية تهميش أو تصوير للمواطن اليمني إن الحكومة اليمنية عاجزة. طبعا الحكومة اليمنية تعاني من ضعف موجود، ضعف فرضه الانقلاب، فرضه الانقلاب طبعا، لكن تحاول ترسل رسائل إنه الميليشيات أو استهداف المعسكر مثلا في عدن، كما آخر ما قرأت إنه عبارة عن تفاصيل ربما بسيطة تقول إنه هؤلاء يتبعون علي عبد الله صالح، هم من نفذوا الهجوم على هذا المعسكر، خلق مساحة فوضى في المناطق المحررة. هنا يتقبل المواطن الذي في صنعاء، الذي لم تتحرر صنعاء تحت يخضع لسيطرة الحوثي، يقول إنه المناطق المحررة يعيشون الويلات، ونحن أيضا المناطق التي لم نتحرر نعيش الويلات. فيتحاول المواطن اليمني أن يتقبل هذا الوضع، وهذه كارثة إذا تقبل المواطن اليمني. أنا أتمنى أنه من الحكومة اليمنية، الجيش الوطني، أنه يسرع في عملية حسم تعزيز وكذلك ربما تعزيز شعور المواطنين بالأمان. طيب دعنا أيضا نسمع يعني شعور الناس الآن من مدينة عدن. تنضم إلينا الناشطة الحقوقية الأستاذة غيداء علي. مساء الخير أستاذة غيداء. أهلا، مساء النور، أهلا بكم. وأنت في العاصمة المؤقتة لجميع اليمنيين الآن، وفي العاصمة الاقتصادية لليمن على مر تاريخها، كيف كان العيد معكم أستاذة غيدة؟ أولا كل عام وأنتم والوطن إلى خير بإذن الله. طبعا استيقظت عدن اليوم على واقعة الانفجار والاشتباكات في معسكر صولبان، لكن هذا الانفجار والاشتباكات لم تثني الكثير من أهالي عدن على ممارسات طقوس أول يوم عيد، وهي زيارة الأقارب والأرحام وغيرها. أيضا العيد يأتي على عدن وهي تمر بوضع مزري في الخدمات، خاصة اليوم هناك زيادة في انقطاع ساعات الكهرباء، وأصبح المواطن العدني في تململ من هذا الوضع، وخاصة طبعا ارتفاع درجة الحرارة، حيث أن السلطة والحكومة لم تعد بمبرراتها جدوى. طيب إذا ما الكل يسأل تفضل. تفضل يا أستاذ غيداء. أصبح الكل يسأل إلى متى هذا الوضع؟ ماذا يحصل؟ إلى أين ذهبت كل الوعود اللي كانت مقدمة إلى عدن؟ ولم يجدوا الآن إجابة تجعل الشعب يثق فيها. طيب إذا ما تحدثنا أكثر على يعني الفعاليات العيدية أو الشعائر العيدية كما يطلق عليها، كيف كانت اليوم بشكل عام في ربوع عدن وكذلك المحافظات المجاورة لها؟ الشعائر العيدية من صلاة عيد واحتفالات وأيضا زيارات أرحام كانت قائمة بشكل طبيعي،
لم يؤثر فيها حادث معسكر الطولبات، ويعني هناك نوع من الفرحة تغمر الأطفال في الشوارع وأيضا الناس. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل الأحوال. طيب إذا ما تحدثنا عن ما الذي لمسه أنت في هذا العيد دون سائر الأعياد السابقة التي كانت يعني تمر على اليمنيين، لربما العيد السابق كان أكثر قساوة على عدن، هل انفرج الحال هذا العام بشكل أكبر؟ نوعا ما هذا العيد ما فيهش خوف، على اعتبار أن العيد الأول أو عيد الفطر عيد النصر كان بالنسبة لعدن كان في أول يوم لا حدثت مجزرة، وكانت مجزرة بشعة قامتها ميليشيات الحوافيش. نعم. هذا العيد نوعا ما هو أكثر أمنا، أكثر نفسية مختلفة جدا، نفسية المواطن العدني في تقبل هذا العيد. العيد السابق لم يعشه الشارع العدني حقيقة، رغم كان عيد نصر لكن لم يعشه الشارع العدني، لكن هذا العيد ولله الحمد هناك نوع ما من التقبل الوضع رغم سوء الأوضاع اللي نحن فيها، لكن نحن واثقون أن سنعبر وسنعدي هذا الوضع. وبإذن الله هي كلما زادت يعني مظاهر الأمن والأمان في البلد كلما ارتفعت معنويات المواطنين، وذلك ما سيحدث بإذن الله. على كل حال أشكرك جزيل الشكر الأستاذة غيداء علي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ونتوجه الآن مشاهدينا الكرام إلى مشاهدة هذا الاستطلاع الميداني، ثم نعود لاستكمال الحوار مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد الفقيه. نتابع. نقدم لكم هذه المناسبة السعيدة، عيد السعيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية جميعا، كل عام وانتم طيبين. كل عام والجميع بخير واليمن بخير إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد. نحب أن نزف إلى قيادة الشرعية يعني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجعل هذا العيد يعني عيدا للنصر، فنحن انتصرنا العام اللي فات ونتمنى ان ننتصر الان وندخل صنعاء. العيد هذه فرحه دائما يحظى بها المسلمين، ولكن هذه الفرحه لا تكتمل في العيد الا اذا سبقها عمل طيب في خلال شهر رمضان. اذا الانسان منا استطاع ان يؤدي شهر رمضان بالعباده بالصوم بالقيام، وهذا هو يعني ما العيد هو إلا محصلة حاصل. اليوم أبناء تعز يحتفلون بعيد الفطر المبارك رغم القصف ورغم الدمار الذي يحل، ويصلون الآن قبل قليل صلينا صلاة العيد وأصوات القصف. مثل عام 2012-2010 تمام، في اختلاف يعني بسبب الأزمة في يعني عدم الرواتب، صرف الرواتب في معونة المواطنين، الآن ماشي في يعني بطيء في الحركة، التراجع في الحركه كثير يعني على السنوات السابقه. يعني تختلف الاسعار السابقه، الاسعار مختلفه يعني هنا شويه غالي مع النقل والتكلفه، وبعد غالي من برا كنا ناخذ يعني القطاع يعني نتكلف عليه من برا كثير. اذا نعود من جديد مشاهدينا الكرام. استاذ محمد، تابعنا في الاستطلاع اراء مختلفه حول يعني مشاعر الناس بهذا العيد، لكن هناك ربما اتفاق على الأزمة الاقتصادية أو المعيشية التي يعيشها الناس، كيف أثرت هذه الأزمة على الناس؟ هل أوضاع الناس ماليا تتجه إلى الاستقرار ربما بعد هذا العيد؟ ما الذي ينتظر اليمنيين برأيك؟ طبعا بالتأكيد آخر تقرير اقتصادي يقول أنه نسبة التشغيل 2.7 من عشرة، نسبة التشغيل في اليمن، البطالة تعدت 69% بين أوساط الشعب. بالتأكيد يظل وجود الحصار، أولا نوعين من الحصار، الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المحافظات مثلها كمحافظة تعز، وأيضا أول الحصار الدولي الذي تفرضه أيضا حصار دولي خوفا من دخول السلاح، بينما هناك حصار شامل، صعوبات في السفر بالنسبة لليمنيين. نعم، أيضا هناك صعوبة في السفر لليمنيين من جميع العالم الدخول إلى اليمن. الأمر الثاني اللي تشاهده في استطلاع انه تجد انه الجميع يتفق او عندهم اصرار عجيب على اسقاط الحوثيين. ربما لو وجدت انت لو عملنا استطلاع موجود في صنعاء ولا في عمران ستجد انه غالبيه او ربما سيتجاوز 90% من اوساط الشعب من يقول انه يجب ان يسقط هذا الانقلاب.
هذه الميليشيات تحاول أن تفرض نفسها في القوة. هذا الذي أقرأه أنا أنه هناك إصرار عجيب من الشعب مهما طالت الفترة مهما طالت المدة. ونحن لا نريد أن ربما يقول البعض أنت تنظر من لا أنا أدرك من الخارج. نعم أنا أدرك أن الشعب وصل إلى مرحلة أهلي موجود في فيها من وصل إلى مرحلة من الصعوبات ومع هذا مصر هذا الشعب أنه يسقط هذا الاحتلال الميليشياوي. لا يمكن أن يعيش 10-20 سنة ولا يمكن أن يقبل أن تحكمه هذه الميليشيات. ولذلك الحالة الاقتصادية في بعض المحافظات متردية تماما والبعض الآخر يعيش بين عملية الشد والجذب كمحافظة عدن. ربما هناك حل ولو جزئي للكهرباء لمشروع المياه أيضا. المعاناة أيضا موجودة في الحدودة بحكم أنها ما زالت تقبع لسلطة الميليشيات. وأنا أستغرب طبعا مع أنه محافظة الحديدة كآخر تقرير عسكري استخباراتي يقول أنه الحديدة لا يمكن أن تأخذ 8 ساعات من أجل تطهيرها من أجل تطهيرها 8 ساعات فقط. لكن لا أدري لماذا تتأخر قوة الشرعية في تحرير الحديدة ولا يوجد حتى نوايا لتحرير. ربما هناك مفاجآت تحدث لتحرير محافظة الحديدة. أيضا محافظة تعز المواطن اليمني ربما أكثر من النصف يعني أكثر من نصف سكان المدينة غادروا إلى الأرياف خرجوا من المدينة خرجوا إلى الأرياف ويعيشون وضع أيضا مأساوي ويصنعون أيضا فرحة عيدية. يعني هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس بشكل عام والتي لربما يتجاوزونها بكثير من التفاؤل والأمل والعزيمة. كما يعني نتابع من خلال استطلاعات وغير ذلك. لكن هناك من تطرقت لهم الأستاذة يسرى أحمد قبل قليل في المداخلة الأولى من صنعاء وهم المختطفين. يعني هؤلاء لربما أهاليهم يعانوا من أمرين. يعني سواء هم كالناس كبقية الناس يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وهم يعانون من عدم وجود أو عدم حتى معرفة ما هي حالة ذويهم المختطفين. يعني كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يتعاملوا مع العيد عندما يشاهدوا بقية الناس وهم يحتفلون مع أقاربهم؟ يشاركون في الاحتفال طبعا يجب أن يصنعوا يعني فرحتهم. طبعا العجيب في الميليشيات حتى نستطيع البعض يقول لماذا تستخدم كلمة الميليشيات ولا تستخدم السلطة سلطة الأمر الواقع. سلطة الأمر الواقع هي من تسمح لذوي المعتقلين أن يزوروا المعتقلين أو المختطفين أو إلى آخره حتى على مستوى إدلاء بهويات بيانات معلومات حول الحالة الصحية إلى آخره للمعتقلين. هناك معتقلين مختطفين يعني هذا اختطاف وليس حتى اعتقال يعني يندرج تحت إطار الاختطاف إنه لا يعلم ذويهم في أي سجنهم هل هم زالوا أحياء هل هم أموات. يعني هناك يعني يثبت 100% إنها هذه الميليشيات هي قادمة من الكهوف لا تفقه تعيش مرحلة خرف سياسي مبكر لا يدركون شيء من الواقع السياسي ولا من الواقع الإنساني ويعيشون كما قلت لك بسلطة بنظرة استعلاء سلالية مناطقية. لدينا معتقلين أو مختطفين كثر في السجون سواء في تعز سواء في إب سواء في دمار سواء في صنعاء في كل المحافظات لا يوجد وهو لربما لا يوجد يتشاركه اليمنيون في كل الأماكن. لا يوجد في اليمن اليوم أنا أقول لك هذه المعلومة لا يوجد في اليمن اليوم أسرة لا يوجد لديها ألم من هذه الجماعات إما مقتولا وإما جريحا وإما مختطفا وإما مشردا. طيب دعنا أستاذ محمد نشرك معنا في حوار في هذه الحلقة الأستاذ أحمد الضحياني مدير تحرير موقع الضالع نيوز الإخباري. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النوار. أهلا بك أستاذ أحمد كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعسى الله أن يتقبل أعمالكم التي يعني في شهر رمضان. أستاذ أحمد يعني كيف هو العيد في محافظة الضالع وهي إحدى المحافظات التي وإن تحرر جزء كبير منها إلا أنها تشهد في كثير من المواقع قصفا من قبل الحوثيين لربما مواجهات في كثير أيضا من المواقع فيها؟ علينا وعليكم وعلى شعبنا وأمتنا العربية الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أمين. ما العيد في محافظة الضالع لقد عودنا هذا الشعب العظيم ما فيها محافظة الضالع أنه ينتزع الفرحة انتزاعا في أكثر من مناسبة
وهذه المناسبة العظيمة الناس يقبلون على هذه المناسبة بالفرحة والتزاور وصلة القربة والجلوس معا، إلا أن الميليشيات الحوثي وصالح المسلحة ليلة أمس أطلقت 5 صواريخ كاتوشا من أماكن تمركزها في مدينة دمت على قرى مريس ورمة شمال محافظة الضالع. هذه الميليشيا تثبت يوما بعد آخر أنها لا تنشد السلام، هي تستهدف الناس في أغلى مناسباتهم عشية عيد الفطر المبارك، لا تلتزم بقوانين أو مواثيق ولا تنتهك الحرمات وتنتهك كل شيء على مدار الساعات. نعم، طيب يعني ما الذي لمسته أنت في منطقة يعني سواء في الضالع أو في ما جاورها من المدن، كيف هي يعني أجواء العيد، كيف هي معنويات الناس حول يعني وهم يخوضون هذه المعاناة التي تسببها حرب الميليشيا؟ اليوم أنا كنت في زيارة لأكثر من منطقة من مناطق التماس في محافظة الضالع، وتجد حالة الناس حالة طبيعية بالنسبة يعني في عيد الفطر اليوم. صحيح أن خروقات جماعة الحوثيين المسلحة مستمرة بشكل يومي، تستهدف المنازل وتستهدف الناس في مزارعهم وممتلكاتهم، إلا أنهم يعني صامدون يمارسون حياتهم الطبيعية رغم هذه الخروقات، رغم هذا الإيذاء الذي يتعرضون له يعني يوميا صباحا ومساء وعلى مدار الساعات. الناس صامدون ومستمرون، هذه أراضيهم، هذه هي مسقط رؤوسهم، لن يعني يذهبوا منها بعيدا، ولذلك هذه تعتبر حالة طبيعية رغم استثنائيتها في هذا الظرف. إذا مدير تحرير موقع الضالع نيوز الإخباري الأستاذ أحمد الضحياني كنت معنا عبر الهاتف من هناك، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ أحمد، لربما تحدثنا عن العيد بالداخل أكثر، أنت الآن نحن الآن في تركيا، ولربما نحن يعني كان عيدنا قبل اليمن بيوم، يعني ربما هو نوع من التعويض على أننا صمنا أكثر كما يقول بعض في يعني في الفكاهة. كيف كان العيد بالنسبة لك في المهجر؟ كيف يعني يعيشوا بشكل عام اليمنيين العيد؟ وفي كثير من اليمنيين قد خرجوا بخارج البلاد. طبعا بالنسبة لي أنا متعود على أجواء العيد منذ أنا في خارج اليمن منذ 2009 متعود على أجواء العيد، هناك تكتلات موجودة لليمنيين سواء في تركيا أو في ألمانيا أو في مصر أو في كل نحن شعب اجتماعي. كما قلت قبل قليل، احنا مثلا على سبيل المثال الطلاب في تركيا هم يتجاوزوا 1100 طالب متوزعين في 35 محافظة تركية، لدينا كيانات 21 كيان اتحاد طلابي موجود منتشر على المحافظات. نحاول أن كقيادة اتحاد عام لطلاب اليمن نحاول أن نخلق أجواء عيدية لهؤلاء الشباب. هل كانت هناك فعاليات؟ نعم، هناك فعاليات موجودة في كثير من المحافظات، يجتمعوا 3 محافظات 4 محافظات إلى محافظة واحدة، ثم يخرجون مع بعض يفعلوا فعالية معينة. أيضا الجالية اليمنية في تركيا أيضا اليوم كان لهم فعالية موجودة في إسطنبول، واجتمعت العوائل اليمنية. نحاول نخلق أجواء عيدية سواء بين الطلاب سواء مع العائلات، نحاول نخلق هذه الأجواء، ولا ننسى أيضا الثقافات اليمنية، نلبس الزي اليمني ثم نلبس الجنبية بعضهم ربما، لكن هناك صعوبة في لبس الجنبية. هناك صعوبة طبعا، الأتراك ينظروا للطلاب مثلا في منظر غريب يعني لبس الجنبية والثوب، ولكن هي ثقافة نحاول أن نستجلب الثقافة، لا ننسى ثقافتنا لباسنا التقليدي. أجواء العيد مجموعة من الشباب زرتهم البارحة كانوا متواجدين في مكان معين في إسطنبول، وزرتهم وجيت لهم هم مشغلين في التليفون أغنية لفؤاد الكبسي، فهناك صناعة عيدية، وهناك ربما حنين، هناك حنين بالتأكيد، هناك حنين. نحن حاولنا في قيادة الاتحاد العام
انه التقيت انا مع رئيس الوزراء بن دغر لما كان هنا في اسطنبول، التقيت مع وزير النقل وتحدثنا عن كيف يمكن ان يعود الطلاب الى والعوائل اليمنيه الى اليمن ثم يعودون للدراسه، لكن وجدنا انه هناك صعوبه بالغه في العوده، ولذلك لا يوجد مضطرين، لا يوجد امامهم شيء ربما يصنعون الفرحه. طيب في هذه الحاله هل هناك يعني اليمنيون يخرجون فقط مع اليمنيين، ام ان هناك يعني نوع من الاندماج اكثر مع الاتراك هنا، ربما خاصه ب يعني هناك صعوبات يعني توجد بتركيا من حيث نوع يعني لغه مختلفه تماما عن نعم. عما هي يعني ليست دوله عربيه في نهايه صحيح طبعا لا يعني هناك لا يوجد اندماج طبعا بشكل كامل، مثلا في بعض المحافظات مثل اسطنبول انقره ازمير هناك صعوبه في الاندماج بحكم انه الاجانب في اسطنبول كثر مدينه عالميه وخاصه الجاليه السوريه الموجوده هنا فهناك احتكاك بسيط، لكن مثلا في محافظه كمحافظه كونيا كبعض المحافظات التركيه كريزا طرابزون يعني هناك نوع من الاندماج ولكن ليس بشكل كبير، الاندماج طبعا طفيف. انا اتكلم هنا على شعبه الطلاب بحكم انها منتشره على بقيه المحافظات لان الجاليه اليمنيه العوائل اليمنيه سواء التي هاجرت او التي تسكن منذ قبل الازمه لا توجد في بقيه المحافظات، هي توجد في اسطنبول وبعض المحافظات بخلاف الطلاب طبعاً. نعم انا اتكلم خلاف الطلاب، لكن الطلاب منتشرين في كثير من المحافظات، هناك اندماج ولكن بشكل خفيف. طيب انت لربما كما تفضلت قبل قليل ان لديك خبره نوعا ما في قضاء العيد بخارج نعم. اليمن، هناك من يعني هم في يعني في تركيا لاول مره بهذا العيد، هل تم احتضانهم من قبل الجاليه بالتأكيد. اليمنيه بالتأكيد. هل هناك فعاليات معينه من قبل الكيانات الطلابيه الاتحاد الطلابي ايضا اقام سواء في رمضان او في العيد في رمضان اقام نقيم افطارات جماعيه نقيم معتكفات سنويه نحاول نصنع ثقافة يمنية موجودة داخل تركيا، وفعلا صنعت هذه الثقافة يعني هناك حتى على مستوى الاعتكافات السنوية الموجودة في المساجد، هذا شيء غريب هنا طبعا في تركيا، لكن اليمنيين صنعوا هذه الأجواء وكانت أجواء يمنية خالصة، حتى اليوم الشباب خرجوا إلى خارج اسطنبول وشباب أيضا في كونيا خرجوا أيضا شباب في زمير خرجوا، هناك نوع من خلق أجواء يمنية صحيح أنه الاندماج طفيف مع الأتراك، لكن يبقى أنه نصنع لهؤلاء الطلاب خاصة الفترة الأخيرة جاء إلى تركيا كثير من الطلاب لم يكن العدد هذا موجود من قبل، طبعا الفترة الأخيرة تقدمت تركيا كثير من المنح للطلاب اليمنيين تضاعف عدد الطلاب اليمنيين وأيضا كثير من الطلاب أيضا غادر ودرس على حسابه الخاص، والمهم نحاول كقيادة الاتحاد الطلابي أن نصنع أجواء لبعض الطلاب، الطلاب أنفسهم أيضا يجتمعوا ويصنعوا أجواء عيدية حتى تمر الفترة، لدينا أمل بالعودة إلى الوطن ومساهمة في بناء اليمن الحبيب إن شاء الله بإذن الله. إذن أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الفقيه، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، هذه الحلقة الخاصة يعني بحكم وجود العيد يعني أو وجودنا في هذا العيد، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد، كما هو الشكر موصول للسادة المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة وكل من كانت له مشاركات في حلقة اليوم. إذا مشاهدينا في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحية طاقم العمل الفني والتحريري، دمتم والوطن بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.